Hi everyone, with you Ms. شيماء منير. الفيديو بتاعنا النهاردة ان انا هشرح من كتاب المعاصر الخاص بالصف الثالث الابتدائي. هنبتدي مع بعض step by step خطوة بخطوة. ياريت تكون معاكم الكتاب عشان هشرح منه وتبقوا معايا ماشيين معايا الخطوة بخطوة. اوكي انا دوري ان انا مش هشرح محتويات الكتاب، مش ده اللي انا هعمله النهاردة. انا همشي معاكم بالخطوات قبل ما ابتدي نشرح اي درس جديد. في هنا عندي جزء خاص بيقول get ready، اللي هو هنستعد ازاي يا مش شيماء. مهم جدا ان احنا نستعد قبل ما نبتدي شرح اي درس جديد. ولادنا في البيت بقالهم فترة طويلة جدا، هنقرا مع بعض الكلمات دي ونفهمها كويس جدا قبل ما نبتدي في شرح اي درس جديد. كل مطلوب منكم ان انتوا تفتحوا الكتاب معايا وتسمعوني كويس جدا و repeat after me، تقول ورايا. اوكي let's start. هنا عندي الفارم animals، حيوانات المزرعة، يعني الحيوانات اللي بشوفها في المزرعة. زي ايه؟ hen donkey ducks goat sheep okay cow horse fish okay. يبقى دي حيوانات المزرعة farm animals. هنتنين مع بعض الجزء الخاص ب the house، المنزل. الكلمات الموجودة عندي في البيت، بصوا حواليكم كده. اوكي هنبتدي بقى مع بعض بالكلمات. هنا عندي bedroom اوكي، living room kitchen apartment يعني الشقة اللي احنا عايشين فيها apartment window door couch armchair. لو الكلمة صعبة عليكم هنقسمها جزئين، arm و chair armchair. wardrobe picture cupboard computer TV. اوكي انا بحاول قدر الامكان ما اقولش المعنى بالعربي لان الصور اوريدي واضحه. اي كلمه انا شايفه ان الصوره بتاعتها مش واضحه كفايه فانا اقول لكم معناها بالعربي. اوكي طيب نيجي مع بعض هنا الجزء الخاص بالادجكتيفز. الادجكتيفز يعني الصفات. مثلا انا شايفه ان احمد قاعد مبسوط. مبسوط يعني هابي. طيب هابي دي انا بسميها الادجكتيف، صفه بصف احمد انه قاعد مبسوط. طب انا عندي الادجكتيف زي ايه؟ زي هاي يعني عالي. هاي الاوبوزيت بتاعها ايه؟ عكسها ايه؟ لو، منخفض. لو اوكي. بيورفول جميل. تول شورت انجري هابي sad big small favorite يعني المفضل. favorite اوكي. هنا بقى جزء عندي خاص بالطعام اللي هو food زي ايه؟ cake grapes bananas nuts oranges lemons apple figs okay. اخر جزء معانا وهي verbs. الverbs يعني افعال، action words يعني الكلمات اللي فيها حركه. زي need يعني يحتاج. need right خدوا بالكم انا ما نطقتش حرف الدبليو، نطقت الار على طول، قلت right اوكي. push drink help eat give shout share play say يعني يقول. say okay. ride a bike ride walk point
Point يعني يشاور. Make يصنع. Make. Drive a car يعني يقود سيارة. ده كان الجزء الخاص بينا بـ Get Ready الخاص بالكلمات والverbs والadjectives. لو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو. ياريت توصلوا الفيديو ده لكل الماميز المهتمين بالمنهج ده. هنمشي مع بعض step by step. ان شاء الله بكرة هناخد كمان صفحتين من الكتاب. هنمشي مع بعض صفحة صفحة علشان نوصل لأعلى نتيجة ممتازة. هنجهز مع بعض كتاب المعاصر عشان ده اللي هنشتغل منه ان شاء الله. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.